أصيب بخيبات متتالية بعد الانخراط في العمل الحزبي، وذلك لأنه لم يجد في الأحزاب سوى جمادا يحول دون تحركه نحو المستقبل الأفضل، ففضل أن يبقى حرا ثائرا وبعيدا عن الالتزامات الحزبية المقيدة. رامي عليق المحامي بالاستئناف والمحاضر في الجامعة الأمريكية أسس حركة لبنان غدا التي بدأت خجولة لكنها اليوم تطمح لخوض معركة الانتخابات النيابية اللبنانية العام المقبل. مسيرة الطالب الحزبي والأستاذ الثائر في تقرير الزميلة أليسار عيراني. أنا لبناني، أريد أن أنتفض وأن ينتفض معي أصدقائي وزملائي وإخوتي وأهلي وجيراني وشركائي في الوطن كافة. إنه رامي عليق صاحب كتاب طريق النحل، أراد أن ينقل تجربته الخاصة على الإفصاح عنها يغير شيئا ما في معادلة جامدة انقسمت بين فريقي 14 و8 أدار، فقسمت لبنان إلى معسكرين متصلبين لا يقبل الواحد منهم التنازل للآخر حتى ولو على حساب الوطن كله. الأستاذ الثائر والمحاضر في الجامعة الأمريكية لم يرى حزبا يلامس حاجات الناس الحقيقية، هو الذي يطمح لأن يعيش في وطن يحترم فيه الإنسان وكرامته قبل كل شيء، فسار من جديد. سلاح ثورته هذه المرة فكري، أنشأ تيار لبنان غدا الذي بدأ يضم شبابا لبنانيا مختلف الأقطاب والتوجهات، يجمعهم وطن حلم للجميع يستطيع أن يقف ضد تكريس الطائفية. أنا لبناني، أريد أن أنتفض وأن ينتفض معي أصدقائي وزملائي وإخوتي وأهلي وجيراني وشركائي في الوطن كافة. كتبت قصتي لتخبر عن ثوراتي الأولى والثانية والآتية، أريدها ثورة بيضاء سلاحها شباب لبنان، لبنان غدا، أريدها الآن، الآن أكثر من أي وقت مضى. رب قائل إن الظرف غير مؤات، أقول إن وطني أضحى وطن الظرف. متى انكفأ الظرف عنا؟ متى توقفت عن تقاذفنا المراهنات؟ لم يوقف الظرف ولا المراهنات عجلة الحياة. الانقسام يحتد واليأس يتفشى والبؤس يعم، الشباب هاجر والآمال تبخرت والنفوس حبلى. إلى متى أنتظر وننتظر؟ عفوا، فلم تعد تعنيني خلافاتكم وشعاراتكم ولا وعودكم ورهاناتكم. قد تتشابه جمهورية رامي عليق ومدينة أفلاطون الفاضلة، ولكن في بلد عرف بخضاته وحروبه وتداخلات أحداثه، ولكن أيضا بتنوعاته، لابد من الحلم، ولابد من البدء من مكان ما، ولابد من تخطي اليأس، ولابد للحياة أن تستمر. إليسار عيراني، MBC.